السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم أصدقائي صديقاتي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. في هذا الفيديو سأقدم لكم بإذن الله وصفة فعالة في تبييض وتنوير البشرة، تزيل البقع والتصبغات في الوجه. إذا كنت تعانين من اسمرار وتصبغات في بشرتك وتعانين من شحوب وعدم توحيد في لون البشرة، فأنصحك بهذه الوصفة السحرية والطبيعية. إذا على بركة الله، سوف نحتاج لتحضير هذه الوصفة إلى مكونات جد طبيعية. أولا سوف نحتاج إلى الكركم أو ما يسمى بالمغربية بالخرقوم. الكركم يمتلك القدرة على تفتيح البشرة وتبييضها ومنحها الإشراق والنضارة، لأن الكركمين يقلل من إنتاج الميلانين ويحتوي على فيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين. وسوف نحتاج إلى العسل. عسل النحل أو العسل الطبيعي هو مفيد لإزالة التصبغات وكذلك البتور في الوجه، يعطي للبشرة إشراق نضارة، وهو بمثابة دواء لجميع مشاكل الجلد. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني وهو الدقيق أو طحين القمح. دقيق القمح الذي نصنع به الخبز فعال في التبييض، لأنه غني بعدة فيتامينات معادن التي تعمل على إزالة الإسمرار والتجاعيد. وسوف نحتاج إلى القليل من الحليب، حليب السائل. وكلكم تعرفون مدى فعالية الحليب لأنه غني بمادة اللاكتيك المبيضة للبشرة. إذا على بركة الله، عندي هنا ملعقة كبيرة من الطحين. طبعا يمكنكم مضاعفة الكمية إذا أردتم أن تستعملوا الوصفة لليدين، للعنق، طبعا أينما تريدون وضع هذه الوصفة فيمكنكم استعمالها لتبييض المنطقة معينة. إذا نأخذ ملعقة من الطحين أو دقيق القمح، نضيف إليها قبسة، فقط قبسة من الكركم. لا تكتروا الكركم عفوا، لكي لا يقوم بتسبيغ الجلد وتصبغ الجلد باللون الأصفر. ثم سوف نضيف العسل، ملعقة من عسل النحل، ثم سوف نخلط جيدا حتى يندمجوا معا. بعد ذلك سوف نضيف الحليب. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. إذا نحصل على هذه الخلطة، تكون بهذا الشكل متجانسة كما ترون معي ولينة جدا. الآن طريقة الاستعمال لهذه الوصفة المبيضة للبشرة. تضعون هذا الماسك على الوجه والعنق وحتى أسفل العيون وأينما تريدون، في أي مكان تريدون تبييضه، وتتركونها من 10 إلى 20 دقيقة، ثم تزيلونها بالماء البارد. وسوف تتفاجؤون من بياض بشرتكم ونورها، ستصبح لديكم بشرة نقية وصافية كالحليب. وأنصحكم باستعمال هذه الوصفة خلال شهر رمضان والمداومة عليها طيلة هذا الشهر، وفي العيد لن تصدقوا كيف ستصبح بشرتكم، ستصبح ساحرة بيضاء بدون أي شوائب، بدون أي بقع. سوف تصبح لديكم بشرة صحية ونقية جدا. هذه الوصفة هي مجربة مضمونة، وعندما سوف تقومون بتجربتها صدقوني لن تستغنوا عنها، لأنها سهلة بسيطة ومفعولها رائع جدا. إذا صديقاتي، داومنا على هذه الوصفة فهي فعالة كما قلت.
إذا كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، اعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل، ومشكورين جدا على هذا الدعم، ورمضان كريم.